السلام عليكم. اليوم غادي نكونوا مع حدث فلكي مهم بزاف. مهم بزاف حيت هو الحدث الفلكي الوحيد اللي غادي يوقع هذا العام بالنسبه لكوكب عطارد. كوكب عطارد هو اقرب كوكب للشمس. المسافه بيننا وبين كوكب عطارد تقريبا 58 مليون كيلومتر، وهو اصغر كوكب في المجموعه الشمسيه. القرب ديال كوكب عطارد من الشمس كيخلي ان الرصد ديالو يكون صعيب، وبالتالي ما يمكن ليناش نشوفوه الا بالتلسكوب ولا الا كان في بعض الاماكن في المدار ديالو، بحال الا كان هنا ولا هنا. كوكب عطارد عنده شكل كروي عكس الارض اللي عندها شكل كروي، الا ان القطب الشمالي والجنوبي ديالها مسطحين شويه. كوكب عطارد صغر من الارض ب 18 مره. الا هزينا كوكب عطارد وقسمناه على النص، غنلقاو ان في الوسط ديالو كاين واحد النواه حديديه كتبدا من المركز ديال الكوكب وكترتفع حتى للسطح ديال الكوكب ب 1800 كيلومتر، وهذا الشيء كيدل على ان الحديد كيشكل 75% من البنيه ديال الكوكب عطارد. داكشي علاش ان الكثافه ديالو عالية بزاف، بالرغم من ان الحجم ديالو صغير، لان الكثافة بصفة عامة هي عدد العناصر اللي كيشغلوا واحد الحيز معين. كوكب عطارد كيجيب دورة واحدة على الشمس كل عام. المدار ديال كوكب عطارد ماشي دائري وانما اهليليجي، بحالو بحال معظم الكواكب. اليوم 13 شتنبر 2021 كوكب عطارد غادي يكون في واحد النقطة اللي كتسمى الاوج، واللي هي ابعد نقطة كياخذها من الشمس. الموقع ديال كوكب عطارد اللي غادي يكون فيه اليوم غادي يخلي ان الاشعاع ديالو ولا ان الضوء اللي كيعكسو الشمس غادي تزاد ب 0.1 درجة، وهذا الفرق واضح جدا باش يخلي كوكب عطارد باين بزاف. لكن فوقاش غادي نقدروا نرصدوا هذا الكوكب؟ غادي نرصدوا هذا الكوكب مباشرة بعد غروب الشمس في الاتجاه ديال الغرب.